راكم بنا في الفيديو نفر ياكسيون سو جايز ياكسيون ديال اليوم غتكون على ولاد البهجه. المهم مده ما درناش فيديو سمحوا لي. المهم بزاف ديال الناس كتولي توحشنا توحشنا ربي يحفظكم اخوتي. المهم اليوم خلاتنا ولاد البهجه باش نرجعوا نديروا لي رياكسيون عاوتاني. ماشي غير هي غير بالصدفه باش بزاف ديال الناس قالوا لي دير هنا ولاد البهجه 5 جويليه كليب اوفيسيال 1937 اللي هو استقلال ديال الجزائر 2019 اللي هو اللي فيه دابا اللي كيتزامن المزامن مع الذاكرة الذكرى الذكرى استقلال الجزائر في المهم 57 سنة. المهم هادشي اللي كاين. المهم الا كانت شي حاجة غلطة صحوا عليه. سو هادشي اللي كاين اخوتي. خلينا نمشيو نرياكتيو وما تنساوش دوز عندي انستغرام واخا كتغابر من انستغرام راه كتفي ديما ديما انستغرام هو انستغرام ديالي. سيرو انستغرام ديما اكشف فيه. سولو الناس اللي عندي في انستغرام مهم ديديكاس لاي واحد عندي في انستغرام من راس الراس. وقبل ما نبدا تسي ديديكاس الناس ديال ولاد البهجه خدمتكم من خياركم عارفين بي العلاقه بيني وبينكم هاد فيلينغ زوين. صافا خلينا نمشيو نرياكتيو اخوتي. الا شفتو شي حاجه مقطعه سمحوا لي. راه كاين لي دغوا ولا حقوق في هاد الفيديو واقع ما عرفتش هادشي اللي وصلني اللي قالوا لي. المهم نديرو لي ريفيو هو لحد الان بعد في التوندونس المغربي واصل ل 28 في التوندونس المغربي و 34000 لايك و 336 مشاهدة. يعني في التوندونس المغربي واصل 28. خاوتنا يا اخو خاوتنا مالغري تقصينا في لافريك رانا عايشين غاية. رايكم نتوما ان شاء الله رايح الديوان. ان شاء الله راني ندعي معاكم باش الديوان سيبورتيوكم ونرجعوا نديروا لي رياكسيون على المباريات ديالكم. بربي بربي تدوها ان شاء الله. العينين راح تتلاح على غينيا. غينيا اللي لاعبين معاها راح نقوس على غينيا. لازمكم تعمروا لهم الشبكه وتيقين فيكم تيقين فيكم بزاف بزاف. ان شاء الله تديوها. دقيوس يا خويا يا خويا رحتي وخليتني سيسي نكمل نطلقوا سيدي 5 جويليه. رسالة حب حب كبيرة كبيرة هادي اخوتي للناس يعني جدود وجدود جدود جدود اللي ماتوا وكتبوا وخلاو يعني بزاف د الحاجة وما خانوش الوطن وبزاف د الحاجة لحد الان. الاجيال والاجيال باقا محافظة على هاد يعني ديك الدماء اللي مشات. يعني وشحال من حاجة طرات يعني في التاريخ في القديم. المهم تحياتي بزاف للحراك الجزائريين. المهم هادشي اللي كاين كان واحد الحب حب كبير. واو 57 سنة ما ساهلاش ديال الاستقلال. داك الشيء تبوريشة تبوريشة تبوريشة. ماشي في المناسبة النوايا الثورية رجالة دارو الديبار حنا لي ورثنا على لي ربهم من كفوار كيما عمر حمادي كيما عمر حمادي عشنا ونعيش. اسمعوا لي انا ما عرفتش حتى عمر حمادي عشتم احرار وانتم ايضا وانتم اصلا احرار. الجزائر اصلا احرار. المهم سبحان الله هاد 5 جويليه تزامنات بيوم الجمعه. يوم الجمعه راكم عارفين واش كيطرا في الجزائر. كيخرجوا الحر كيخرجوا بزاف الناس يعني كبار شيوخ صغار. يعني راه ما شاء الله حبيت الرجوله كاين في الجزائر رجوله كاين في الجزائر عشي. المهم بزاف ديال الناس احتفلوا بهاد 5 جويليه
منهم الامارات يعني تحت الدرابو ديال الجزائر باش تعرف قيمتها، فبرج الخليفه يعني احتفالا بخمسة جويلي. وما ننساوش الحاج جوجل يعني جوجل حتى هو احتفل بهذا اليوم، او عيد يعني عيد وطني ديال الجزائر اللي هو 5 جويلي، احتفل به جوجل وبزاف ديال المغنيين مشهورين مشهورين اللي مع باساليا بيدرو ديزي دي كاسلي. شفت دي جي سنيك تو ضرب توني ديال الجزائر واحتفل وكتب فيها 5 جويلي في انستغرام اللي كنتو كتشوفوها. المهم هنا نقدر نحطها لكم، وبزاف ديال الفنانين احتفلوا بهذا العيد ديال الاستقلال ديال الجزائر. يعني ما شاء الله باش تعرف المكانة ديال الجزائر عند العالم وعند العرب، يعني عند كل شيء، عند الكوكب كامل. تعرف صاحبي راه بزاف الشعب ما كاش بحاله كما تقولوا، قالوا بزاف ديال الانترفيو الشعب ما كاش بحاله. بلا ما تولي للغور، فاب الولاد اليوم كيف 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 صراحة العمر كله اللي يسمى 100 عام ان شاء الله و200 عام و300 عام، ما شاء الله ما شاء الله. وانتم خوش مع الوداد ومع يعني بزاف الوداد هي اللي قريبة لكم في من ناحية الأخوة. المهم تستاهلوا البطولة الثامنة وراكم غاية، راكم غاية 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 والله غير غاية ما شاء الله. داكشي ناضي خوش شلحتي الصوت الفويس هذا اللي تيغني مع شكون هو، صوته زوين ناضي. اون بليس كاين انسترومونتال، ما عرفتش باش مخدوم هذا الانسترومونتال، ما عرفتش باش مخدوم، مي يعني مزكني هاد الانسترومونتال مزكني بزاف. ابار على لي باغول، بلا ما ندوي على لي باغول، راكم عارفين المكانه ديال لي باغول عند اتحاد العاصمه. لي باغول حاجه اللي من الركائز ديال الاغنيه اللي بغات تطلع زوينه، فهمتي؟ ماشي غير كيجيو كيكتب، لازم تكون كتبه لي ناديه. لايريكس نقدر نعطيهم 9/10 حيتاش فيهم بزاف ديال الحب، بزاف 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 ديال الحب للوطن وللفريق نتاعهم. داكشي ناضي كملوا. يا 97 كيف فقدت ارواح ولادها، فاتوا بالفرحة في العيد وترحم عصديف وقلبها، ربي يحفظك ويصور دراسك كنت لي اسمع. عجبتني هاد النوطة بزاف، ما عرفتش علاش، غير انفو قالو تعجبني با ديال رفد راسك راك انت لي اسمع. God damn نادي هادشي لي اسمع. المهم كاين شي سميتو دي مقاطع، كاين شي مقاطع هنايا في داكشي اللي طرفتو في ستارة ولا ما عرفتش سميتها، ديك اللي درت على رياكسيون بلاصه اللي حرقوها، يعني داروا فيها احتفالات بالبطوله الثامنه. سو هادشي اللي كاين اخوتي، ونتمنى ان الجزائر تبقى حره الى يعني شنو حتى تحيدوا كاع داكشي يقولوهم، تحيدوا السراقين. حنا الدعوه صعيبه هنا، حنا امريكيين. المهم اخوتي الله يسهل على الجميع وربي يحفظكم اخوتي كاع. سمحوا لي كنا كنتعطل عليكم من هذا الفيديو خفيف ظريف باش نتمو بلا رجعنا اليوتيوب و كاين ديز فيتاس لي فيديو لي فيديو اخوتي. مالغري خسرنا في لاكوب تاع فريتو، لكن رانا عايشين غايه.
ما كنلوموش زياد صراحه ما كنلوموش حتى داك السيد دار داكشي اللي عليه ما مخرش على الموضوع دابا ديال ياسمه. المهم دار داكشي اللي عليه وصافي ما كانش في نهار وكان في نهار يعني تكون شي حاجه زوينه هادو هما اللاعبين مرات تكون في نهار ومره لا و نورمال. المهم نتمنى الجزائر تكون هي بطلات كاس امم افريقيا ولا تونس جوج عندك تونس ولا الجزائر يعني ما تخرجش من المغرب يونايتد. المهم هادشي اللي كاين خوتي راه داكشي كيحس بالنفس ما عرفت واحد الخبر عرفت اني سمعته هنايا قال لك مات واحد خونا بسكتة قلبية ما عرفتش في القصر الكبير عندنا في المغرب ما عرفتش بصح ولا لا فاش سكن زياش الله اعلم. انا ما كنبغيش نقول شي خبر ما تيكونش موثوق يعني تكون مصدر ديالو موثوق هادشي اللي كاين. المهم نتمنى ديروا واحد لايك سبسكرايب وتفرجوا مع صحابكم وحبابكم وربي يحفظكم كاع 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 خوتي ان شاء الله تجيبوني ديك الكاس امام الفرحه راني نتشوق نشوف الجزائر هزه اقسم بالله العلي العظيم اقسم بالله العلي العظيم حتى الحب كبير ليكم انتم.